اسمي أيوب السرار 22 سنة. الخدمة ديالي في المكتب الوطني للكهرباء الماء الصالح للشرب. وفي 2017 كانت مباراة لتوظيف 5 تقنيين في ميدان الماء والتطهير، وكنت من المرشحين اللي جاوا الاوائل باش دخلوا لهاد المباراه. تم اختياري من اجل خدمه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في هذه المحطه لمعالجه الماء الصالح للشرب بأم عزة. مع مرور الزمن ارتفع عدد الساكنه، وهذا المشروع كان متوقع من اجل تلبيه الحاجيات لهذه الساكنه.